على جانب آخر بقى، كمان من الحاجات اللي الناس بتتكلم عليها كتير، شفنا من حوالي أسبوعين ثلاثة ابتدت الناس على السوشيال ميديا تشوف فيديوهات للعيبة الكورة ولفنانين ومغنيين ونجوم مجتمع يطلعوا يقولوا احنا في تحدي الخير وانا بتحدى فلان وعلان وترتان ان هم يتكفلوا بهذا التحدي، وانا من ناحيتي هتكفل بعشرين أسرة او ثلاثين أسرة في خلال فترة زمنية محددة. ناس كتير شاركت في تحدي الخير، بس الناس ما بقوش عارفين هي الأسر دي هتبقى فين، او الناس اللي محتاجة انها تكون مستقبلة لهذه الأموال مش عارفة تروح لفين. الناس بقى بتسأل هي الفلوس دي فعلا بتروح للناس، ولا الناس بتطلع تقول والله أنا هتكفل بعشرين أسرة وخلاص وكفى الله المؤمنين شر القتال ويبقى الفلوس عنده في البيت وما طلعش الفلوس. تفاصيل كتيرة جدا محدش عارف إيه اللي حصل. في بقى لجنة التضامن من وزارة التضامن الاجتماعي، عندها لجنة تبعت موضوع تحدي الخير طبعا تحت إشراف الوزيرة نيفين القباج. معانا بقى الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي. دكتور محمد أهلا بيك على الحياة اليوم. تحياتي يا أستاذ حسام لحضرتك وللسادة المشاهدين، وعايز بس أقول لحضرتك على حاجة مهمة. اتفضل. فكرة الرقابة على التبرعات غير مرتبطة بتحدي الخير، هذه الرقابة دور أساسي ورئيسي لوزارة عظيم. التضامن الاجتماعي تراقب كل الجمعيات اللي موجودة في مصر اللي بيزيد عددها عن 50,000 جمعية. الوزارة هي المسؤولة عن إصدار تصاريح جمع المال وتصفية هذه التصاريح، بمعنى أن الوزارة تراقب الأموال المجموعة أو المتحصل عليها لأنشطة معينة، وتراقب إنفاق هذه الأموال في الأنشطة التي جمعت من أجلها. عظيم جدا. حد الخير كان نموذج قد يكون انتشر على السوشيال ميديا والناس مهتمة بيه جدا. ففي سؤالين يا فندم مهمين جدا الناس عمالة تسألهم. واحد، هو إيه علاقة جمعية رسالة؟ اتنين، هي الفلوس دي بتروح فين؟ أنا أقدر يعني أولا التحدي الخير هو أمر يمكن نعتبره جملة إعلامية لما يحدث. هي جمعية رسالة، واحدة من الجمعيات النشيطة في مصر، بتعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي منذ حوالي 20 عام. هذه الجمعية بتخضع لكل آليات الرقابة، جمعت بالفعل تبرعات بناء على تصريح لجمع المال حصلت عليه في 2020 لصالح الأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا. هذه الجمعية بالمراجعة تم التأكد أنها جمعت ما يزيد عن 3 مليون جنيه تقريبا. 3 مليون و400 ألف، مظبوط كده؟ بالضبط بالضبط. وما أنفق لهذا الغرض خلال الأسابيع الماضية يقترب من 9 مليون. وبالتالي الجمعية وضعت من حساباتها وأنشطتها ما يقرب من 5 مليون جنيه بإضافة لهذه المبالغ التي حلوة يا فندم. المبالغ دي بقى كلها بتروح فين؟ للمنتفعين في أسر، كل أسرة مسجلة لدى الجمعية بالرقم القومي على مستوى المحافظات المختلفة. أوجه الإنفاق اللي تم التحقق منها ما بين مواد غذائية تم توفيرها للأسر، ما بين مساعدات مالية مباشرة كانت ما بين 300 إلى 500 جنيه، إلى جانب تجهيز وجبات ساخنة كانت بيأتي. طب يا فندم لو حد شايف نفسه من الأسر اللي محتاجة مساعدة في خلال الوقت الحالي، عندنا عمال باليومية ممكن يكونوا مش مسجلين ومحتاجين دعم، هل يتوجه للجمعية أو لمقر الجمعية أو يكلمهم على رقم؟ لا، ده يقدر يفيدك فيه حد من الجمعية. أنا كوزارة التضامن الاجتماعي أقدر أقول لحضرتك إن الناس العمالة اليومية في الزملاء في وزارة القوى العاملة. وزارة القوى العاملة، طبعا دي المبادرة بتاعت وزارة القوى العاملة، يقدروا يسجلوا ومن خلالها يتم التعامل. بالضبط. عندنا في وزارة التضامن الاجتماعي يقدر يتقدم في أي وحدة اجتماعية للحصول على معاش تكافل وكرامة. وإحنا كمان في الوزارة هيبقى في عندنا خلال الفترة الجاية ما يقرب من 100,000 أسرة يتم إضافتهم لبرنامج تكافل وكرامة خلال الأسابيع القادمة. دكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا، وادينا عرفنا إيه موضوع تحدي الخير والفلوس بتروح فين عشان الناس كانت بتسأل وإحنا كمان كنا بنسأل مع حضراتكم.